طيب معانا كابتن سامي قمصان. معانا كابتن سامي قمصان علشان نعرف اكتر كمان بقى في الجهاز الفني، وهم انا عارفه ان انتوا قافلين على نفسكم بشكل كبير قوي قوي يا كابتن سامي. اولا الف الف مبروك، وثانيا لما يعني اكيد يعني مش بعاد ابدا عن الاشاعات اللي يعني بيطلقوها من حين الى اخر. ازاي الجهاز الفني عشان الناس تعرف تاني، ازاي الجهاز الفني وحضرتك وكابتن سيد وحتى موسيماني بيتعاملوا ازاي مع هذه الاشاعات؟ اولا طبعا برحب بيك يا كريم، ورحب بكابتن هاني طبعا. اهلا بيك كابتن سامي، مبروك على امبارح. ربنا يخليك يا كابتن. الف مبروك طبعا. ببارك لكم طبعا على بطوله كاس العالم للانديه، الحمد لله. ببارك لكم على بطوله الدوري قبل كده وافريقيا وكل البطولات الحمد لله اللي احنا شاركنا فيها، الحمد لله. برضه نفس القصه الحمد لله. طبعا بدايه مهمه جدا كابتن بالنسبه لنا امبارح. طبعا الحمد لله، انت عارف البدايات كابتن بتفرق كتير جدا. طبعا بداية مهمة، والحمد لله أداء كويس بالنسبة لنا، ونتيجة مرضية الحمد لله لينا ولجمهورنا، ومن ثم جمهورنا الحمد لله اللي احنا ماشيين في طريق العشر إن شاء الله زي ما وعدنا زي ما أنتم اتكلمتوا من شوية. بالنسبة بقى الموضوع اللي إزاي نتعامل مع الإشاعات، زي ما حضرتك عارف يا كابتن الموضوع ما بدأش من دلوقتي بس، يعني الموضوع بدأ من فترة كبيرة جدا، من أول ما ناس دخلاء دخلوا في مجال الكورة وخلوا المنافسة بقت بشكل عدائي مش شكل فني في الملعب بس. لكن اعتقد الحمد لله ان احنا قافلين على نفسنا كويس، بدايه من مجلس ادارتنا واحنا بنكمل برضو المسيره كجهاز فني ولعيبه نفس القصه، اللي احنا عندنا هدف واحد بس بنسعى له، اللي هي دايما البطوله هي الهدف اللي بتبقى قدامنا. ما بنبصش لاي حد، ما بنبصش لاي مواطرات بتحصل، اي حد بيحاول يهز كيان واسم كبير زي اسم النادي الاهلي وكيان كبير زي النادي الاهلي. الناس بتشتغل بس عشان تنجح وتقدر تسعد جمهورها، اللي هي اللي النادي مبني عشان يسعد جمهور النادي الاهلي دايما. صحيح. ده اللي اتعلمناه وده اللي الكابتن دايما بيقوله في كل الاجتماعات اللي بيبقى معانا، اللي احنا نفكر فينا فينا بس، ما نشغلش بالنا باي حد تاني. والحمد لله اعتقد ان البطولات والحاجات دي هي بتتكلم على كيان النادي الاهلي، مش محتاج حد يدافع عنه او محتاج حد يتكلم عنه. فاحنا الحمد لله ماشيين على الطريق دوت، وطبعا انتوا في ظهرنا دايما معانا. ده صحيح، انا كنت لسه هقول لك يا كابتن سامي، يعني احنا دايما في ظهرك وقناه النادي دايما في ظهر ناديها، وزي ما بتقول يعني كانه واستقرار النادي الاهلي عمره ما هيتاثر بالسوشيال ميديا او بكلام ناس مغرضه، واحنا عارفين ومتاكدين ان الجهاز الفني والمجلس الاداره واللعيبه الحاجات ديت ولا تؤثر فيها بشيء. لكن المهم زي ما انت بتقول دايما ردود النادي الاهلي في الملعب، في البطولات، في الانجازات، في تحطيم الارقام القياسيه. فاحنا كلنا ثقه فيكم، وحضرتك اتكلمت في نقطه ان البدايه كانت مهمه جدا يا كابتن سامي امبارح، كانت بدايه مهمه رغم الصعوبات. خلينا نتكلم، كان في صعوبات على المستوى البدني، انتوا راجعين من رحله مرهقه جدا على المستوى البدني، على مستوى الغيابات اشتغلت على الجزئيه دي ازاي؟ والجزء الثاني من السؤال، كنتوا قلقانين رغم السيطره الكاميرا على الشوط الاولاني، لكن عدم احراز الاهداف كان قلق الجهاز الفني شويه؟ بص يا كابتن والله زي ما حضرتك اتكلمت، ان اولا اللي احنا فكرنا فيه اللي انت ازاي تفصل يا كابتن بعد بطوله كبيره جدا وتحقيق نتيجه ايجابيه جدا بالنسبه لنا اللي هي ثالث العالم، ان انت ترجع تاني في منافسه ثانيه، في طموح ثاني، في دوافع ثانيه، كان مهم جدا. الاعداد النفسي كان مهم جدا للمباراه، وده الراجل اشتغل فيه كويس. الناحيه البدنيه برضه نفس القصه حضرتك اتكلمت عليها، اللي احنا لعبنا ثلاث مباريات في حوالي سبع ايام او ثمان ايام، كان مهم جدا مع السفر، مهم جدا برضو اللي انت كنا نشتغلها، والراجل كابيلو برضو اشتغلها بشكل كويس جدا. أكيد. الحاجه الثالثه اللي انت برضو انت بدايه مهمه، انت بطل افريقيا، انت ثالث العالم، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مباراه ثلاثه بونت على ملعبنا بنلاعب خصم، لو ان الناس برضو شككت حتى في الخصم اللي احنا بنلعبه. يعني احنا ده العادي، ده العادي يا كابتن. حضرتك عارف ان احنا بنلعب دوري الابطال، ما بنلعبش صحيح بطوله ثانيه او كونفدراليه الناس بتاخد الكاس ممكن تكون بالصدفه، لا احنا انت بتلعب بطوله دوري ابطال، يعني ابطال الفرق في كل بلادها، يعني المريخ بطل طبعا، هو والهلال من اقوى الفرق اللي عندها تاريخ كبير جدا في افريقيا، عندها جماهير كبيره، عندهم مدرب لسه جديد، وعندهم لعيبه لسه متعاقدين معاهم عشان بطوله افريقيا. رغم كده الناس برضو بتشكك، لكن الحمد لله احنا انت اللي بتجبره يا كابتن سامي، انت اللي بتجبره على احترامك من خلال ادائك في الملعب، من خلال انك بتفرض رتمك عليه، وبالتالي ممكن الناس تبص ده فريق ضعيف، لكن هو مش فريق ضعيف، ده النادي الاهلي هو اللي قوي، هو اللي بيسيطر. يعني
بالظبط. واحنا الحمد لله كابتن، حتى لو الناس برضو تركز شويه، احنا الحمد لله الفرقه الوحيده اللي في كل المجاميع اللي انت كسبان ثلاثه. مظبوط طبعا، ثلاث اهداف في المباراه، برضو دي بتثبت ان انت بطل، ان انت مختلف. الحمد لله، فكان الحمد لله كان تفكيرنا الحمد لله ايجابي حتى في بدايه الشوط الثاني وبين الشوطين. الراجل اتكلم في النقطه دي اللي احنا لازم نبقى اهدى، احنا بنوصل عندنا فرص كثيره بس لازم نهدى في الثلث الاخير، ولازم عندنا ثقل شويه. وده الحمد لله اللي اعتقد اللي حصل، كان عندنا الحمد لله ثلاث اهداف مميزين، عندنا ضربه جزاء اعتقد في الاخر كانت واضحه جدا، كانت ممكن تتحسب عندنا. قبل بعد كده قبل كده برضو كان عندنا فرص كثيره لجونيور وقفشه وبواليا كمان. انا عايز اتكلم عن بواليا كابتن سامي، لانه يمكن الفتره اللي فاتت مش تعثر بس تاخر في يعني احراز اهداف في التهديف. اتعاملتوا ازاي في الفتره اللي فاتت وبعد احرازه هدف امبارح؟ كان ايه كلام الجهاز الفني مع بواليا تحديدا؟ تمام، يمكن برضو دي من الحاجات برضو اللي تكمله للموضوع اللي انت بتتكلم عليها والضغوطات اللي بتحصل لعيبه النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي. يمكن في فرق كثيره جدا بتعمل صفقات كتيره جدا مع لعيبه وما بيبقاش عندهم اي مشاركات، اللي هم ما فيش حد بيعلق عليه، لكن دايما التركيز مع النادي الاهلي. احنا لما تعاقدنا مع بواليا، لعيب مميز جدا من افضل المهاجمين الموجودين في الدوري المصري، راجل السنه اللي فاتت جايب حوالي 13 هدف مع الجونه، السنه دي نفس ثلاث اجوان ثلاث اهداف، عندنا ثقه فيه جدا. الراجل اللي اتفرج عليه كويس واحنا اتفرجنا عليه كويس، لعيب مميز يقدر يشتغل مع الراجل، مش غريب على الدوري المصري، يقدر يحصل انسجام كويس مع الفرقه بسرعه. ممكن احنا كنا عارفين اللي هو فنيا كابتن هاني، وحضرتك توافقني طبعا في الراي ده، ان هو فنيا من اللعيبه المميزه جدا، عندها قدرات كويسه جدا طبعا، لكن محتاج، انت عارف يا كابتن، اي لعيب بيروح فرقه جديده محتاج البدايه تكون يجيب جون، ياخد ثقه، يشتغل بقى، يكمل بعد كده. واختلاف التكتيك كمان لازم الناس تعرف انك رايح مع فرقه ممكن تلعب بتكتيك مختلف. في فرقه الجونه، مع احترامي طبعا للجونه، عامله كمان شكل كويس، بتلعب بتكتيك مختلف، النادي الاهلي بيلعب بتكتيك مختلف، وعشان تغير تكتيك لازم اللعيب كمان ياخد على التحركات المعينه، على تحركات الثلاثه اللي تحتيه، فده بياخد وقت شويه، لكن كلنا ثقه فيه وانا بايدك تماما، هو على المستوى الفني لعيب جيد جدا يعني. مع كمان يا كابتن اللي هي الضغوط اللي انت بتلعب النادي الاهلي، كل حاجه بتتقيم فيها، التمرينه بتتقيم فيها، الماتش الودي بتتقيم فيه، المباراه الرسميه بتتقيم فيه، فكل دي ضغوط هو مش متعود عليها، فانت كنت محتاج ان انت تساعده عشان يوصل. انا بعتقد انه كل مباراه ليه يا كابتن سامي هو عينيه على انه لا عايز ينزل يحرز هدف. حتى والله النهارده، حتى امبارح رغم يعني قبل ما يجيب جول، هو مقدم مباراه كويسه جدا جدا، عامل اسيست كويس جدا لقفشه، ونفس القصه، بيحضر كويس يا كابتن هاني، بيقف على الكوره كويس، بيعمل لنا عمق هجومي كويس. لا، لعيب كويس، عنده قدرات كويسه وشكل مختلف عن الاشكال اللي عندنا في النادي. مظبوط. ده ما يقللش من محمد شريف، من الفراود المميزه جدا في النادي طبعا، وعامل اداء كويس، وبنستغله فترات كثيره جدا في سرعاته وتركيزه على الجون. نفس القصه عندنا مروان، اللي من خلالك برضه يا كابتن، وانا انا متاكد 100% ان انت وسام هتوافقوني الراي دوت، ان بيتعرض برضه لحمله شرسه جدا. طبعا حمله غير اخلاقيه وملهاش دعوه بكره القدم اصلا. بالظبط، انا يعني انا ما بتكلمش خالص على حته الفنيه، انا بتكلم على انسانيا. صحيح. مش عاوزين نوصله لحاجه احنا نرجع بعد كده نندم عليها. ده راجل عنده اسره، راجل عنده بيت، راجل عنده اب وام، بيشوفوا كل الحاجات ديت، بيشوفوا ابنهم مضغوط ازاي، رغم كل دوت اللي هو بيستحمل الضغوط ديت وبيلعب. فانا المفروض احنا كنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، لا احنا لازم نقف جنبه، احنا لازم ندعمه، لان مروان حضرتك طبعا دربته، حضرتك عارف طبعا كويسة. اكيد لاعب مميز، لعب على كل المستويات، لعب محلي ولعب دولي ولعب كاس عالم واحترف في اوروبا، عنده قدرات كويسه. ممكن يكون في اوقات كتيره ما عندوش، عنده سوء حظ شويه، لكن دي بتحصل يا كابتن لكل فراوده العالم، وحتى على مستوى النقد يا كابتن سامي. على مستوى النقد لازم يكون نقد، مش هقول بقى نقد البناء، لكن نقد على المستوى الاخلاقي، الخروج عن النص وخروج على تقييمك، ده ملوش دعوه بالكوره يعني. انت اتفضل، مش مروان بس، انا ما بتكلمش على مروان بس، انا بتكلم على اي لعيب. اي لعيب مظبوط. ممكن احنا مش عاوزين ندخل الموضوع يبقى في جو تاني على المنافسه. احنا الحمد لله حاسس دلوقتي ان الوسط الحمد لله الدنيا بقت اهدى شويه، فاحنا مش عاوزين نرجع للامور دي تاني، ونرجع للتنمر ده تاني، ونرجع للحاجات اللي تاثر على نفسيه الانسان. احنا انت بتلعب في الاول والاخر رياضه. مظبوط. مش عاوزين يبقى في تجاوز، مش عاوزين يبقى ممكن تقول نقد، ما احنا بنتعرض للنقد. نفس القصه كده كجهاز، اي انسان في اي مجال بيتعرض للنقد، لكن نقد في حدود المتاح، اللي انت تقدر تستحمله، وصورتك تستحمله، وبيتك يستحمله.
فطبعا من خلالك طبعا يعني، وانا عارف ان حضرتك طبعا انا اول واحد سبورت طبعا. طبعا وليكم متابعين كبار ما شاء الله، فمهم جدا ده، حقه علينا وحقه حقيقي. اللي احنا ندافع عنه ونقف جنبه، لان هو انسان كويس قبل ما يكون لعيب كويس. ده حقيقي. واعتقد ان جمهور النادي الاهلي واعي كده، وواعي ان الحاجات ديت وراها ناس عاوزه تاثر على استقرار النادي وعلى استقرار الفرقه. ويمكن قبل كده برضو يا كابتن، ولو حضرتك تفتكر ان نفس القصه الامور دي تعرض لها ايمن قبل كده، ايمن اشرف تعرض لها قبل كده، والحمد لله النهارده من اميز اللعيبه. محمد هاني نفس القصه والضغوط اللي كانت محمد من قريب قوي يا كابتن. أيه. ده محمد من قريب قوي. بالظبط. والحمد لله برضو نفس القصه اثبت كده. لعيبه كتيره جدا تعرضت للمواقف ديت، لكن الحمد لله كانوا شخصيتهم قويه، وجمهور النادي الاهلي وقف قصادهم ورجعهم دلوقتي. النهارده ما شاء الله ايمن وهاني من الناس اللي يعني مميزين جدا في النادي، وجمهور النادي الاهلي بيحبهم اكتر. فهو ده اللي احنا محتاجين، الاهلي محتاج دايما حد يبقى معاه. نعم انا عارف ان طموح النادي الاهلي كبير وجمهوره طموحه كبير جدا، لكن لازم نساعد لعيبتنا، لان هم دول الادوات اللي احنا بنشتغل بيهم يعني. ممكن دايما يا كابتن سامي احنا دايما نقول ايه، الجمهور مستعجل، الجمهور طمعان، الجمهور حتى عايز اللعيبه لما تنزل الملعب تخلص في اول شوط. فهو ده بس اللي يعني ايه ممكن يكون بيقلق الناس شويه، بتبقى قاعده على اعصابها. انت عارف الايام اللي فاتت دي والاسابيع اللي فاتت تحديدا كانت كلها مباريات مهمه، وكانت كلها مباريات مصيريه تقريبا. ف ده برضو الجمهور معذور من ناحيه. لا طبعا اعذرهم. لكن اعتقد برضو الحمد لله اللي احنا كنادي الحمد لله وكاداره وكمجلس بتحققوا الهدف ولاعيبه الحمد لله. اعتقد اللي احنا الفتره اللي فاتت دي الحمد لله على قد ما قدرنا اسعدنا جمهور النادي الاهلي في البطولات اللي احنا عملناهم، في الاداء اللي احنا بنعمله، في كل الحاجات المستويات اللي احنا بنعمله. يمكن حتى كابتن هاني حتى الناس برضو تكرارا اللي احنا بنكمله، ان احنا حتى في كاس العالم الناس حتى بتشكك في الفرقه اللي بنلعبها قبل ما نلعب الدحيل احسن فرقه، والنادي الاهلي مش هيقدر يعمل معاها حاجه. لما كسبنا الدحيل، لا فرقه الدحيل فرقه عاديه وفرقه متوسطه. برغم كده حصل مع بايرن ميونخ النادي الاهلي هياخد سكور كبير، لما حصل قليل لا اصل بايرن انتوا ما رحتوش للجون، انتوا ما هاجمتوش. لما حصل في الماتش الاخير برده نفس القصه، اصل انتوا كسبتوا بدرجه. طب ايه اللي المفروض نعمله؟ فاحنا يعني الموضوع مش هيبقى ليه اخر. كابتن انا يعني كان ليا تعليق كابتن، كان اي حد بينتقد النادي الاهلي في الفتره دي كان نفسه يكون متواجد، اذا كان مدرب يبقى كان نفسه مدرب النادي الاهلي، لو كان مشجع كان يبقى مشجع النادي الاهلي. يعني خلينا نتكلم بكل امانه، كان نوع من انواع الغيره شويه، نوع من انواع الغيره. كابتن ما الغيره كابتن برده، انا ما ينفعش مثلا انا راجل لسه في ثانويه عامه وبنتقد واحد في ماجستير، الراجل بيحضر ماجستير. فصعب جدا يعني انت حلوه الجمله دي، ازاي توصل للمرحله دي. صحيح. حلوه الجمله دي، ممكن نشكرك عليها كابتن سامي. لا حقيقي طبعا. طبعا بنشكره طبعا وعلى الجمله كمان. انت بتقولي قال جمله حلوه لكن ليها مدلول اكيد الناس عارفاه. كل اللي بنطلبه كابتن سامي وجماهير النادي الاهلي بتطلبه، زي ما انتوا ماشيين يعني دايما الهدف قدامكم والبطولات قدامكم. ان شاء الله كلنا ثقه فيكم، وان شاء الله باذن الله مشوار بقى العشره يا اهلي باذن الله. انتوا كنتوا وشكوا حلو علينا دايما في التاسعه، ودايما كنت بتقولها لنا، وسام بتقولها دايما كل اللعيبه، وحضرتك دايما كنت بتقولها وتدعمونا دايما. الحمد لله. ان شاء الله احنا نوعدكم برضو ان شاء الله اللي احنا نقاتل عليها، عشان ان شاء الله نوفي بالوعد لينا وجمهورنا ان شاء الله. اللي جاي احسن يا كابتن سامي ان شاء الله. تحياتنا ليك والكابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا كوتش مستر موسيماني، واكيد للعيبه على تحقيقهم لحد النهارده، يعني انجاز ولا اروع في الايام اللي فاتت، والنهارده انطلاقه رائعه للاهلي في دور المجموعات الافريقيه.